الكلمة الآن لجناب الشيخ سيروان محمد جوهر آغا شيخ حامل قوران، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نعيش هذه الأيام الذكرى الواقعة الطف الأليمة، تلك الواقعة التي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته وصحبه الأبرار. ومن هنا نود أن نوضح للعالم أجمع بأن الإمام الحسين ثورة ضد الظلم والفساد، واليوم يصبح حسين درساً لكل من يسعى للحرية والعدالة وعدم الخضوع للباطل. ونحن اليوم جئنا من محافظات العراقية جميعاً نساند إخواننا المعتصمين المطالبين بحفظ الدولة واحترام القانون والدستور، ومضي بإسراع تشكيل حكومة قوية يشارك فيها جميع القوى السياسية للنهوض بواقع البلد وإعادة الإعمار وتوفير الفرص العمل وإقرار الموازنة التي إن لم تقر ستكون كارثة إنسانية بسبب توقف الرواتب التي تتجاوز 1,000,000 مواطن عراقي وأكثر، وكذلك أزمة المياه التي عطفت في الوسط والجنوب، وكذلك انتهاك سيادة الدولة من قبل الحكومة التركية المتهورة بقصف مناطقنا الآمنة في دهوك وسنجار والموصل. ونرفض أي فوضى داخلية تهدد سلم الأهل بين أبناء الوطن الواحد الموحد، ونطالب القوة السياسية بإسراع بتشكيل حكومة قوية خدماتية وفقاً للقانون والدستور. وعلينا أن لا ننسى تلك الدماء الزكية التي حفظت الدولة وعلى رأسها دم الشهيد القائد المجاهد أبو مهدي المهندس رحمه الله. فعلى القوة السياسية الوطنية إسراع بتشكيل حكومة قوية وفاء لتلك الدماء الزكية. نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية. تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني، 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 تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. نعم نعم للمقاومة، نعم نعم للمقاومة. كلا كلا احتلال، كلا كلا احتلال، كلا كلا أمريكا، كلا كلا أمريكا، كلا كلا أمريكا، كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل. نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للدستور، نعم نعم للدستور، نعم نعم للقانون، نعم نعم للقانون. تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني، تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن سادات والمشايخ والوجهاء العشائر العراقيه.